بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج The Capital. معي أنا مريم معلوف من واشنطن، وضيفي من دولة الكويت هو كاتب صحفي وعضو جمعية الصحفيين الكويتيين الأستاذ عبد الكريم المجهول. مرحبا. أهلا، حياك الله. حياك الله أستاذة ماريا. أستاذ عبد الكريم، تابعت لكم حلقات عبر اليوتيوب، ومن أبرز ما تحدثتم عنه هو كتاب أوباما أرض الميعاد. إذا فينا نلخص أهم ما ورد في هذا الكتاب بما يتعلق بمنطقة الخليج والعالم العربي. بداية، بسم الله، أنا تكلمت عليه بحلقة مطولة واستقيت منها بعض الأمور اللي تأكد قناعاتنا ونرفض فيها قناعات حنا ننشرها يعني على مدى يعني تواجدنا في السوشيال ميديا، وهي أن يعني الأمور اللي ذكرها عندما ذكر الحالة العربية أثناء الربيع العربي وذكر اتصال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، فأكد كلام كبير يرد على بعض الناس اللي يحاولون يصورون أن دول الخليج دول هشة وأنها ريشة بمهب الريح لا تملك سيادة ولا تملك قرار ولا تملك، وبيّن أن أثناء يعني الربيع العربي والتواجد أثناء حكم الإخوان المصر أن كانت الرغبات الأمريكية تتجه إلى منحة معين يتوافق مع رؤى الإخوان، بل يقال أن صيغة يعني مشاريع الخلق شرق أوسط جديد. فكانت رغبات الدول الخليج الأنظمة ومن وراءها الشعوب الداعمة والمؤيدة لها كانت تتعارض مع هذه الأنظمة لأنها ستدخل المنطقة العربية بفوضى يقال أنها فوضى خلاقة فقط لتجميل الواقع، بينما هي لا تخلق إلا البؤس ولا تخلق إلا الدمار ولا تخلق إلا الشتات، وكلنا يعني نرى الحال في الدول اللي ابتليت في هذا الربيع العربي ما يسمى الربيع، ونحن يعني عندما نذكر الحال والبؤس اللي حدث فيها ليس من باب الشماتة ومن باب تقريعهم لأنهم لم يأخذوا بنصائح يعني الناس العقلاء عندما نهوهم عن يعني ترك وضع قائم متحققة فيه مصالح كثيرة إلى حد معين والقفز نحو المجهول إلى وضع قادم لا يعرف ما هو المصير مع أناس لا يمكن الوثوق فيهم يعني بهم والقفز معهم إلى مستقبل مجهول. فذكر أوباما هذه الجزئية لما تكلم على محمد بن زايد وأن أشار إشارة مهمة عندما قال أن كلمني بلغة ليست لغة يعني استجداء ولا لغة تنمخ بل لغة حازمة تحذيرية، وهذا يؤكد ما أشارت إلى هيلاري كلينتون عندما قالت أن الراحل سعود الفيصل عندما يعني تعرضت روانا مع روانا التدخل في البحرين فقالت أغلق الهاتف في وجهي، هذا يؤكد أن دول الخليج لها يعني مرونة في التعاطي مع السياسة وهي حليف يتحلى بقيم نبيلة قد تكون عائق في عالم السياسة اللي يحتكم إلى البراغماتية ويحتكم إلى يعني مرونة غير أخلاقية. فأشار أوباما إلى هذه الجزئية اللي أكدت المؤكد لدى الناس المراقبين أن دول الخليج تنطلق من مصالحها لتحقق الأمن والرخاء لشعوبها، وأن هذه المصالح إذا تعارضت مع مصالح أمريكا فدول الخليج لا تراهن على يعني القفز نحو المجهول مع الإدارة الأمريكية. هل برأيك هناك تخوف وقلق لدى دول الخليج اليوم من أن تعود النغمة نفسها لدى الإدارة الجديدة في حال وصول بايدن إلى البيت الأبيض؟ ما أعتقد، يعني أوباما نفسه أشار في كتابه عندما طرح موضوع الخيارات قال يعني أشار أن الخيارات كانت ضئيلة أمام دخول قوات درع الجزيرة للبحرين، يقول فيعني كأنه أشار أن استقر عندنا أن عندما تتصالح مصالح يعني تتصارع مصالحنا تتصارع مع رؤى حقوق الإنسان فلا يمكن تحقيق مفاهيم حقوق الإنسان عندما تتصارع مصالحنا الاقتصادية في الشرق الأوسط، فلا يمكن يعني التنبؤ بهذا الشيء وهو بعيد كل البعد عن الواقع، لأن أمريكا استفادت، أمريكا كانت تظن أن موجة الربيع العربي مدعومة من الشعوب كليا، لكن ما يعلمون أن يعني القطاع الأكبر وال يعني الأعظم عددا وثقلا وعقلا وتفكيرا كان يقف خلف الأنظمة لتحقيق المكاسب وكان يدعو إلى معارضة الفساد والإصلاح بما يحقق المنافع ولا يعني يعني يعود على البلد بالدمار، كأن يعني يضرب مثال كأن الإنسان اللي يحرق بيت كامل من أجل أن يقتل ذبابة، فأنت ما يعني هم يعني هم الأمريكان ما كانوا عارفين لوين حتروح الأمور برأيك؟ يعني أنا وجهة نظري يعني هم قالوا الفوضى الخلاقة، الفوضى الخلاقة هو نفسه مصطلح يعني يشير إلى حالة فوضوية، ولكن هذه الحالة الفوضوية عبر تجارب التاريخ
تؤكد شيء مهم جدا، ان هذه الفوضى ما لها الى شيء معين راح ينهي هذه الفوضى ويخلق كيان معين. هم يرهنون على الكيان المخلوق بعد هذه الفوضى، لكن قطعا التاريخ يقول كلمته في هذه الفوضى، ان دائما الفوضى عندما تمتد فتقف عند رجل حازم يوقف هذا العبث والثورة والثورة المضادة، فينتهي المآل كما قال يعني الشاعر المصري أمل دنقل: لا تحلموا بعالم سعيد، فخلف كل قيصر يموت قيصر جديد، وخلف كل ثائر يموت أحزان بلا جدوى ودمعة سدى. يعني هل برأيك اليوم أمريكا ستكون حاسمة في القضاء على أزرع إيران في المناطق والدول العربية اللي بعد الفوضى اللي انتشرت أتت بميليشيات وأزرع إيرانية عسكرية عم بتهدد دول الخليج؟ هل برأيك هناك حسم أمريكي تجاه هذه؟ لا، يعني لا يمكن يعني التنبؤ بالإدارة الأمريكية الجديدة، ولكن يمكن التنبؤ بخطوط عريضة جدا يمكن الرهان عليها والجزم فيها، لأن المعطيات كلها تؤكدها، وخروجها عن هذا التأكد يعني يجعلها من قبيل العجائب اللي لا تستغرب في عالم السياسة يعني. لكن أمريكا من صالحها أن خلق كيانات متصارعة وتخويف ناس في ناس في الشرق الأوسط حتى يبقى لتواجدها مشروعية، وحتى تستطيع من خلال هذا يعني التدافع أن تتحقق على مصالح لا يمكن لها أن تتحقق عليها إلا من خلال وجود خلق كيانات معينة متصارعة. فهذه يعني السياسة الأمريكية تعتاش على وجود هذه، ولو ذهبت إيران لخلقت إيران أخرى، لكنها قد تحد من هذا النشاط، قد توقف عند حدة، قد يعني تقطع أذرع في كيانات معينة. لكن الحالة العامة خلق تواجد وصراعات في هذه المنطقة لحلب خيراتها ووضع مشروعية للتواجد الأمريكي فيها، أمر لا يمكن التنبؤ أن الإدارة الأمريكية ستعزف عنه، يعني سواء كانت إدارة جمهورية أو إدارة ديمقراطية. هل برأيك الشعب العربي تعلم من خلق الفوضى ومن هذه الثورات اللي ما أتت إلى البلاد إلا أتت لهم بالدمار؟ هل الشعب العربي اليوم أصبح واعي لأنه هذه الأمور لن تؤدي إلى مكان مثمر؟ أكيد. أنت يعني في بدايات الربيع العربي في 2011 كان اللي يتكلم ضد الثورات وضد كان يجد مناصر واحد وألف معادي، بينما الآن أقل ما يقال أن كفة الرافضين للثورة يعني ترجع على كفة اللي لا زال يحلمون في ربيع عربي، لا سيما وأن يعني ظهرت بعض التسريبات وبعض الأمور أكدت أن هؤلاء الداعين إلى الثورات والداعين إلى الربيع ما هم إلا أدوات لتنفيذ مشاريع أكبر من حجمهم، وما هم إلا يعني رقعة على يعني حجر على رقعة شطرنج تدار بأيدي خفية لا نعلم من هي، ولكن اليقين أن اللي يظهرون لنا على مسرح السياسة ما هم إلا أدوات ينفذون مشاريع، بينما العالم العربي إلى حد كبير استفاد من يعني تجربة والتعظ بما حل بالدول اللي هللت وغنت للربيع العربي، وأصبح يعني الثنائية اللي يحاول يصورها حنا متى نحل هذا الإشكال؟ إذا أقنعنا الناس أن الثنائية المزعومة اللي يضعها أدعياء الثورات أن اللي يرفض الثورات فهو داعم ومقر بكل فساد في الدولة، هذه الثنائية إذا تم يعني تحطيمها في أصبحت مثل الصنم اللي يعني كبر في عقول الكثير يظن أن إذا ما أيد الثورات فهو راضي بكل فساد في الدولة. لا، أنت حارب الفساد ولا ترضى فيه، والفساد محيطة واسع يبتدي منك أنت شخصيا إلى أن يصل إلى رأس الهرم. فمحاربة الفساد لا تعني يعني الرضا، يعني رفض الربيع العربي ورفض الثورات لا يعني قبول كل أوجه الفساد وكل يعني الأمور اللي لا يجب أنها تحارب كحس وطني واجب على كل مواطن أن يحارب الفساد بما يحقق العدالة ويحقق الإصلاح ولا يعود علينا بفساد أعظم من الفساد اللي يغادي كان موجود. طيب في أحد حلقاتك قلت هناك نفاق بعنوان نفاق الجماهير، أن هناك ظاهرة أنه يحسب حساب لرأي العام من قبل القادة. ما معنى هذه المقولة أو هذا المصطلح؟ هذا الكلام ليس يعني كلامي أنا، إنما أنا هنا على يعني عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبول، صاحب سيكولوجية الجماهير وصاحب روح الثورات وحضارة العرب، وبعده المفكرين وقبله المفكرين، أنهم أشاروا أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين
اصبح يعني عصر الجماهير، ما سمي عصر الجماهير. وحتى يعني اللي يراقب تاريخ مصر اثناء التعدديه في بدايات يعني بعد الدستور 24، اللي يراقب العراق قبل في العصر الملكي اثناء التعدديه، يرى بان القاده في السابق يعني الوصوليين والمتنفذين في السابق كانوا يصلون لماربهم عن طريق مداهنه ومجامله من بيده القرار ومن بيده نفوذ الدوله. بينما بعد ما اصبحت الجماهير هي الجسر اللي يعبر من خلاله عن طريق صناديق الاقتراع الى منافذ السلطه ومنافذ ومقرات صنع القرار، اصبح كثير من القاده تسيح مبادئ امام رغبه الجماهير ولا يقول للجماهير ما يجب ان يقال لها، بل يقول لها ما تحب سماعه. وهذا مؤشر خطير اشار له المفكر احمد امين قبل 80 عام، عام 1933، في مجله الرساله المصريه. نعم. ونقى مسمى المقال ملق القاده ورثى الحال الامه، وقال انها من اعظم المصائب اللي احنا نعاني منها حاليا نفاق القاده الجماهير. في السابق كنا نعاني من نفاق الجماهير للقاده، بينما الان نعاني من نفاق القاده للجماهير. والجماهير باعاده العقل الجمعي اللي تكلم عنه جوستاف لوبون وتكلم عنه عالم الاجتماع الامريكي ريك هوفر في كتاب المؤمن الصادق، عندما تكلموا عن عقليه العقل الجمعي، العقل يعني الجماهيري الغوغائي لا يمكنه ادراك مآلات الامور، قد يتخذ قرار صعب اثناء يعني فوره المظاهرات وكذا فيدمر البلد، قرار غير مدروس يغير فيه كيان الدوله. صاح فيه رجل من ضمن جموع جماهيريه فرددوه الناس فاصبح مطلب الامه. فالقاده ينصحون لهم بدل ان يصححوا مفاهيم الجماهير ويأخذوا بأيدي الجماهير لما فيه خير على البلاد والعباد، أصبحوا هم يغازلون الجماهير لكي يتسلقوا من خلالهم إلى يعني ويتحصلوا على أصوات في صناديق الاقتراع، أو يتحصلوا على أمجاد وهمية وتصفيق ويقال لهم المناضلين اللي يصادمون قوى الاستبداد. طيب، في أحد فيديوهاتك أيضا في متابعة لقناة اليوتيوب قلت عن تركي الحمد بأنه يخدم الإخوان المسلمين، وقلت أنه على الإخوان لا يجب إعطائهم الشرعية، لماذا؟ أنا يعني أنا في بداية المقطع قلت إن كعادة تركي في معاداة الإسلام، أنا أرى أن العبارة كبيرة جدا، وأنا يعني أصححها وأقول إنها مرات يستفز الناس في آراء والإخوان. أنت لما رأي مستقر عند الناس كالإمام البخاري اللي يتكلم عليه، هذا مستقر صاحب السنة، مستقر عند يعني بعقيدة الإسلام، إن ثاني مصدر بعد كتاب الله القرآن الكريم إن البخاري هو اللي جمع السنة، فأصبحت مصدر تشريع مهم بالنسبة لنا يعني كالمسلمين. فلما يجي تركي الحمد ويهون من الشأن هذا ويستفز مشاعر الناس اللي هم 90% من تواجدهم مسلمين، فأنت هني تعطي، والإخوان في هذا الجانب هم يعني أفضل من يقتن صلف ورص وأفضل من يلعب على أوتار السياسة وأوتار العواطف الجماهيرية. فهم يعني عبر التاريخ، اللي يقرأ تاريخ ومقالات حسن البنا في مجلة النذير اللي كان يخاطب فيها الملك فاروق، وكيف أنه كان يدعوه إلى قمع التيارات السياسية والأحزاب السياسية لأنها تفرق، أصبحوا يلبسون كل زمان وجهها ويقتنصون كل فرصة تمر من خلالهم. فيجون على مثل تركي الحمد يقول شوف هذا الخطاب المدعوم من الدولة وحنا الخطاب المحارب لأننا نعظم البخاري. وهذا الكلام ينطلي على يعني كثير من السذج اللي ما يتابع الأخبار بجدية ولا يقرأ بجدية، فتنطلي عليه شوفوا حنا ضربنا لا لشيء فقط لأننا نقول لا إله إلا الله. يعني يصورون للناس ان مظلوميتنا بسبب اننا ندافع عن دينكم، احنا قدمنا انفسنا قربان ومناضلين من اجل تحقيق السلام الديني لكم، بينما هذه الانظمه معاديه للاديان. فوجود مثل هذه الامور اللي يتم استغلالها، فافضل، انا قلت دائما اردد، افضل نظام يحارب الجماعات التكفيريه هو النظام السعودي، لانه ينزع عنها الشرعيه الدينيه ويضعها في العراء. لا تجد يعني تأييد من الا من قطاع من بعض المخدوعين من الناس المغيبين عقلية. بينما أنت مثل هذه الجماعات اللي ترفع راية شرعية يجب أنك أنت تسقط رايتها براية شرعية أخرى عشان تفقد تأييدها عند الناس البسطاء من القطاع الكبير اللي ما يتابع ولا يقرأ. فأنا من هذه الجزئية أقول أن مثل هذا الخطاب يعني مثل تركي حمد أو غيره ممن يستفزون مشاعر الناس والسواد الأعظم، بل نقدر نقول 99% من شعوب الخليج بالتعدي على رموز دينية، هذه خلق الحالة هذه ما يخدم إلا أجندات الإخوان ومن يعني يدور في فلكهم اقتناص الفرص وشحن الناس عاطفيا ضد الأنظمة وتصوير أن هذه الأنظمة معادية للدين، بينما هي يعني الدولة السعودية من 250 سنة لم تقدم أسرة حكم
لخدمة الإسلام والمسلمين والعرب ما قدمته يعني الدولة السعودية، وهذه حقيقة للتاريخ يجب أن تقال. تمام. بالنسبة لمعالجة موضوع الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تنظر إلى تعاطي الدولة الفرنسية والرئيس ماكرون في هذا الموضوع؟ الرئيس ماكرون أخفق في هذا الملف وعارض حتى المبادئ العلمانية اللي تتبناها فرنسا كدولة علمانية، يجب أنها تحقق السلام الديني لكل فرد، وأن الفرد الفرنسي لا يجب أن يشعر بأنه في مشاعر تميز تجاهها لا لشيء فقط لأنه يتبنى دين معين. هذا الملف أخفق فيه ماكرون وأخذ يعني يزيد النار حطب، ولم يتعاطى مع الموضوع بعقلانية، وخالف ما يعني قررته المحكمة الأوروبية عندما يعني أيدت إحدى محاكم النمسا في الحكم على امرأة أساءت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت المحكمة الأوروبية أن محاكم النمسا حققت توازن دقيق جدا بين حرية التعبير وبين تحقيق السلام الديني للناس، لا يجب أن الناس تخاف على مشاعرها الدينية وتشعر بنوع تميز فقط لأنها تتبنى دين معين. فماكرون عندما يعني يظن أنه ينتصر للعلمانية، عندما يبيح يظن أن بعض المسلمين راح يأتي ويتكلم على عيسى أو موسى ردا على من يسيه، بينما دين الإسلام ينظر الأنبياء على مصفرة واحدة وكلهم يجب لهم التبجيل ويجب لهم الاحترام ويجب لهم يعني ما أعطاهم الله من مكانة عظيمة في خدمة البشرية ويعني أخذ أيدي البشرية من الضلال والوهن إلى العز والتفكير العقلاني السليم، حرروا الناس من استعباد الأفكار يعني الخاوية والفارغة واللي ما لها أي قيمة ولا سلطان. فماكرون أساء ولم يحسن التعامل مع هذا وخالف المبادئ العلمانية اللي مفترض أن ينادي فيها. طيب أي دين وأي عقيدة وأي ملة في نظام الملالي يعني تشرع قتل الصحفيين وقتل الحقوقيين وأصحاب الرأي والكتاب شنقا وإعداما؟ ما رأيك في هذه المحاكمات التي تحصل في إيران اليوم؟ والله إيران يعني دولة مارقة على كل مفاهيم حقوق الإنسان، وهي دولة فاشية سلطوية مستبدة لا ترى إلا يعني، ودولة يعني مشكلتها أن من صميم تكوينها العقدي خلق أن تصدير الثورة، فالدولة هذه لا تستطيع الانكفاء على نفسها، لأن الانكفاء على نفسها يخالف مبدأ إنشائها تصدير الثورة، فهي دولة يعني تستمد أن الرأي الأوحد رأيها هي، فتستبيح كل من يقف ضد هذا الرأي فهو مستباح الدم، مستباح يعني على جميع النواحي، بل أنها تضرب حتى من داخل المدرسة الشيعية اللي يرفضون ولاية الفقيه، لأن هذه النظرية اللي أنشأت عليها هذه الدولة هذه نظرية مرفوضة من قطاع كبير من المرجعيات الدينية الشيعية في قم وفي النجف كذلك، لكن إيران عندما تتعارض المصالح السياسية مع المفاهيم الدينية فالمصالح السياسية مقدمة، فهي دولة براغماتية تستغل يعني المذهب الشيعي استغلال بشع لتوسيع نفوذها في المنطقة، ومع الأسف تجد لها أذان صاغية وتجد لها أصداء من بعض يعني أبناء الخليج ممن ترعرعوا ونشأوا وتحصلوا على الحياة الكريمة في دول الخليج، يجدون يعني يعطون إذن صاغية إلى هذا النظام اللي ينادي بتحليل الشيعة من الاستبداد، بينما أغلبهم لا يستطيع أن يعيش في إيران يعني شهر أو شهرين لو تم يعني سحب جنسيته وتسفيره لإيران، لأنه راح يجد أنه فقد الحرية اللي كان ينعم فيها، راح يجد أنه فقد الحياة الكريمة اللي كان ينعم فيها. هذا النظام لا يستغرب منه يعني قتل الصحفيين أو استباحة دماء كل من يقف عليه، بل يستغرب منه إذا احترم حقوق الإنسان، ويستغرب منه إذا اتفق مع المواثيق الدولية لاحترام الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية. في سؤال أخير لهذه الحلقة أستاذ عبد الكريم، في الكويت كيف تنظر إلى الحراك السياسي؟ هل هو كالمعتاد احتقان معين أم هو تغيير وتجدد في الحياة السياسية؟ القارئ يعني للتاريخ السياسي الكويتي والمتابع لأرشيف الصحافة منذ إنشاء المجلس بل قبله عام دستور 62 يجد بأن هذه الحالة حالة يعني معتادة في الكويت، وجود معارضة متطرفة تظن أن المعارضة هي الوقوف في الضفة المضادة للحكومة مهما قالت الحكومة مهما أحسنت، ووجود موالاة انتهازية تغتنم فرص هذا الصراع، ووجود قطاع كبير من المواطنين اللي يقولون للحق حق وللباطل باطل دون أن يضيقوا فضاء الوطن على معسكرين متصارعين لمصالح سياسية. هذه مي حالة يعني جديدة على
الكويت، وأمر يعني النسق متسق وماشي من الستينات على هذا النمط، فقط ترتفع حدة يعني الخلاف وأحيانا تنزل. أنا ما أظن أن إذا كنت تقصدين بالحراك أن حراك 2012 أو اللي جاء مع مجلس الربيع العربي، فهذا حراك يعني مستحيل أن يعاد بصورته وبتفاصيله كلها، لأنه أتى وفق ظروف ليست حكر على الكويت، ظروف عالمية وظروف إقليمية، فكان هو جزء من هذا السياق العام. بينما بعد أن يعني أن رجعت الناس إلى رشدها وآبت الناس إلى عقولها وإلى تفكيرها العقلاني، كثير منهم اكتشف أنها كان يعني يتجه في الكويت إلى مثل ما قال الأمير الراحل رحمة الله عليه صلاح محمد، كادت أن تضيع يعني لولا ستر الله سبحانه وتدخل العقلاء ودعم أشقائنا بالخليج وعلى رأسهم يعني البحرين والسعودية والإمارات وعمان، ويعني بعض ومع الأسف كان يعني الحراك مدعوم من قناة الجزيرة، وكان قناة الجزيرة يعني تحط النار في الحطب، والأمير الراحل رحمة الله عليه صباح الأحمد قال أن أكثر من تعدى من إعلام قطر فهي دولة الكويت، ولكن الحين يقود ربان السفينة نواف الأحمد، يعني السفينة الخليجية إن شاء الله فيها كلام أن إن شاء الله هذه الصفحة تطوى وتعود الوحدة الخليجية، وإن شاء الله أن المسؤولين في قطر يراعون أن ما لهم إلا جيرانهم، وأن يعني العيش أو المراهنة على زعزعة أو خلق هذه كلها ما راح تعود إلا بالوبال والخسران، على وأن اللي الأدوات اللي قاعد يستخدمونهم في قناة الجزيرة هم أول من يتخلى عنهم عندما تغرق سفينتهم، أول من يقفز من هذه السفينة. فيجب أن يعي المسؤولين في قطر أن ما لهم، نحن تربطنا معهم وحدة الدين ووحدة العرق ووحدة الثقافة ووحدة النسب، فما لهم إلا حنا وما لنا إلا هم، فهم عزوتنا وحنا عزوتهم. فيجب أن تجد هذه الأصناف، ويجب أن يتخلى كثير من الناس عندما تتكلم عن الخلاف الخليجي يقول لك هذا الفلان هذا تكلم قبل، لا، أنت تبي تنطلق من قاعدة صحيحة في هذا الخلاف، أمسك خيط أي خلاف وتتبعه راح تجد أنه ينتهي فيك إلى قناة الجزيرة. فكل شيء وجد في هذا الخلاف الخليجي فهو نابع من قناة الجزيرة ومن الأدوات اللي فيها، اللي يقتاتون على الخلافات ويقتاتون في المناخ السيء، واللي كلما ارتفع صوت عاقل يدعو للمصالحة سعوا بشكل يعني وجهد جهيد لتعميق الجراح وقطع الطريق على أي جهود للمصالحة، لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون العيش في أجواء هانية وأجواء سعيدة. فإن شاء الله الكويت أنها تتجه إن شاء الله للأحسن، واللي جاي إن شاء الله أفضل من بإذن الله. شكرا لك أستاذ عبد الكريم المشهور، شكرا لهذه المشاركة وجودك ضيفا معنا في برنامج الكابيتول. شكرا الله يعطيك العافية، مشكورة مشكورة أستاذ.